نشر قائد شرطة دبي سابقا ضحي الخلفان السبت سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر دعا خلالها إلى غزو عربي على قطر وقال ضحي خلفان غزو عربي لقطر والقبض على الولد الصغير ينهي مشاكل كثيرة وسلم الحكم لمستحقه في قطر وأبرموا مصالحة مع إسرائيل وانتهى كل شيء وعرفت تغريدة ضحي الفن مجموعة من التغريدات التي ردت عليه وقال معين الحرب وهذا ما نقوله منذ الـ 2015 تحرير قطر عن يعني انتهاء الإرهاب في الشرق الأوسط وتوقف الحرب في كل من ليبيا وسوريا واليمن فيما قال فؤاد أبو فارس مك خبرة أمني عريقة متعود على الإنجاز السريع والحاسم لكن تجارب السياسيين تخليهم ينفذوا هدفك بحكمة وذكاء وتوقع راح الكثير وما بقي إلا القليل الله يحفظك وتشوف ما يسرك إن شاء الله فيما قالت مصرية وافتخر هذه حرب عالمية مصغرة حتحارب القاعدة العسكرية الأمريكية والقاعدة العسكرية التركية وخلفهما النيتا من اختفى أسهل فيما قال الاستراتيجي لا عاد كذا الموضوع تربينا حكومة وشعبنا على عدم التدخل في شؤون أي دولة لكن من حقنا أن ندافع عن وطننا وشعبنا ومقدستنا وهذا حق مشروع لنا ومن جانب اخر انتشر بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب قدم فيها شكره لدول إن تتقدمها المملكة العربية السعودية ومساهمتها في انقاذ صناعه النفط وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول في الواقع كان لدينا كارثه قبل شهر في مجال الطاقه وانخفضت الاسعار الى صفر واصبحت بلا قيمه هذا يعني خمسة ملايين وظيفه واكثر تكون مرتبطه بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع الطاقه قد تصل إلى عشرة ملايين وظيفة وأضاف أنقذنا هذه الصناعة خلال مدة قصيرة وهل تعلمون من ساعدنا؟ المملكة العربية السعودية وروسيا ثم المكسيك وأود شكر الرئيس المكسيكي الذي كان رائعا في نهاية المطاف وتبع لكننا انقذنا قطاع صناعه الطاقه الذي كان فقدانه سيكون كارثيا والان وصلت الاسعار الى نحو 40 دولارا للبرميل، بعض الناس يقولون هذا مستحيل ولكن لدينا المملكه العربيه السعوديه وروسيا واخرون خفضوا الانتاج بصوره كبيره وهي ما يطلق عليهم اسم اوبيك بلس. وعلق خلف دوساري قائلا هذه السعوديه العظمى وهذا رئيس اعظم دوله في العالم يشكرها بعد انقاذها صناعه النفط في امريكا. وقال عادل الملحب ترامب يشكر السعودية وروسيا بعد انقاذهما لبلادهم من كارثة في مجال الطاقة هذه الجهود لا تقوم بها الا دول عظمي مثل السعودية العظيمة وقال عبدالله البرقاوي ليس بالامر الجديد ان تتولي السعودية زمام القيادة وتبادر لانقاذ العالم في وقت الازمات هذا ترامب يتحدث وارتفعت أسعار خام برنت الذي يعتبر المؤشر العالمي لأسعار النفط متجاوزا حاجز الـ 42 دولارا في تداولات يوم الجمعة وذلك لأول مرة منذ مطلع شهر مارس الماضي لترتفع الأسعار بنسبة 18% الأسبوع الجاري في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الذي يعتبر مؤشر القطاع بأمريكا إلى أكثر من 39 دولارا